السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معكم سيف الدين من قناة كينج جيم. النهاردة هنلعب لعبة مليون بلاي جراوند او التجارب. تمام، النهاردة هندخل على الخريطة اللي هي ايوه هي دي الخلاط دي. هنشوف مين من ون بيس هيقدر يستحمل من المود بتاع ون بيس هنكمل فيه يقدر يستحمل الخلاط ده او البتاع اللي عمال بيدور ده. هنبطئه عشان ندخل كذا شخصية. تمام، هنبدأ. صغر كده يا باشا، بطأ لحظة بس كده. تمام، في البداية كده نحط سايتاما هنا. تمام، ادي سايتاما وده كده. الحقنة دي متهيألي ما بتخليش ايه ده، ما بتدخلش اساسا. تمام، متهيألي بس كده. نبدأ بسايتاما. اوبا يا جامد يا جماعة، متأثرش كتير. ماشي، تمام، سرع كده. تمام، مفيش اي حاجة حصلت طبعا عشان سايتاما، يعني احنا عارفين ان هو مش هيحصل له اي حاجة. وبتوقع برضو كايدو هيبقى نفس الكلام عشان هو نفس القدرة. طيب ماشي، بالنسبة لكابتن واجي هو خرج بره بس يعني جت خفيفة شوية، هو ايد ورجل بس يعني متهيألي. هو دي ورجليه بس يعني مش كتير يا جماعة. تمام، بطة بقى عشان نحط شخصيات كتيرة في نفس الوقت. شيل ده كده ملناش دعوة بيه. سانجي، ماركو، و تشوبر. بتوقع تلاتة كده كفاية. تمام، سرع. اوبا، يعتبر بس هو تشوبر اللي خسر رجله بس، يعني باقيين بقوا عبارة عن حتت. طيب ماشي، نحط لا لوفي، هاتلي لوفي. ايه ده يعني هو خسر ايه بالظبط؟ صوابعه بس، يعني ما خسرش كتير الصراحة. انت هتحتاجهم فيه؟ مش عارف. تمام، ادي الرجل طايرة. طيب ماشي، ما تضررش كتير قايده بقى. ده اللي انا عايز اشوف ايه موضوعه. هو اساسا صوته مش زي التانيين اساسا. بطأ يا عم. والله مات. لا اعيدها لي تاني اشوف. تمام، هو هنا اهو. حط لك مثلا ده كده يونسك ومعاك شوبر وايه ده. هو ده مات اساسا. وخد البلاك بيرت كده كمان معاك. تمام، والله البلاك بيرت ايه ده
لسه هقول ما حصلوش حاجه، بس فاجئني يعني. خلاص هو ايه ضعف. باي باي. لغايه دلوقتي مفيش ولا ولا شخصيه يعتبر عرفت تتصدى للطاحونه دي. دي حرفيا يا جماعه معموله عشان تدمر الشخصيات كلها، هو دي معموله عشان كده في الاصل. يا نهار اسود، قايدو موت اس. تمام تمام نشوف اللي هنا دول. هنا بروك المفروض ليه سم، لو مات بينشره للناس التاني، يعني حتى دمه اخضر. ميهوك اوبا، والله كله اتفرم يعني، مفيش ولا واحد خرج حتى باصابات بسيطه. ايه ده، انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ ايه ده، انتوا ازاي عديتوا منها؟ والله ده اخترقوها دول ولا ايه؟ تمام هو كايدو. ايه ده، يا دوبك بس العضمانيه طلعت بس دلوقتي. القرن بتاعه خلاه اوبا. مفيش بقى، مفيش حاجه هتخليك تنجو. تمام دلوقتي مفيش اي شخصيه. بصوا اهو 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 روجر، يلا يلا اودين، يلا انيل، و يا نهار اسود في اسن واحد دخل في واحد. لوفي الجير الخامس. انا عايز اشوف مين اللي هيفضل عايش يعني، دي بس الامنيه بتاعتي. طبعا اوسوب هيموت، دي حاجه انا متاكد انها من قبل ما احط اي حاجه. كيزارو، شانكس، وايت بيرد اللحيه البيضاء، وزورو، والوايت بيرد. ايه ده ما اتحطش ليه؟ ما تحطش ليه يا عم؟ يا عم حطه. الشخصيات بقت كتيرة يعني، مش مشكلة، ده بتاع 40 شخصية بس يعني مش مشكلة. هو اساسا الموت كله فيه بتاع 80 شخصية. هما هنا اتدمروا اساسا من قبل ما ينزلوا، وهنا دول بقوا حتت حرفيا، اللي تحت بقى حتت قطع، واللي فوق كمان. والله اللي هنا دول هم اللي يعني في اجزاء منهم فضلت على قيد الحياة. تمام شيل شيل شيل، مفيش ولا واحد فضل عايش. نجرب برضو الوايت بيرد عشان ما ايه ده. تمام الوايت بيرد ده مش عارف ليه ما رضيش ينزل في الاول. هاتوا كده شويه. سرع. لما نشوف بقى ايه اللي حصل. باحت يعني زيهم، هو سايتاما بس الوحيد اللي بقى ناجي. مفيش ولا واحد في المود وان بيس كامل، حتى كايدو عرف ان هو يعدي منها. تمام هدخل في الماب التاني الصغير عشان نكمل يعني. قولون انتوا عايزين تجربوا مثلا بتاعت المية، احتمال برضو نجربها. نشوف مين اللي هيعيش ومين اللي هيموت وكده. بالنسبة لبروك في لي افكت يعني عجيب كده شوية، اللي هو السم. تيالي لما بيموت بيجي على الشخصية اسد، بيخليها يعني. طبعا مش جاي شخصيات بس يعني، المود مش شخصيات بس. في ادي سلاح مثلا الوايت بيرد، دي بتاعت الضوء، دي لكمة مش عارف بتاعت الجير الرابع متهيألي.
لا هي دي بتاعت الجر، بس هي صغيرة أوي كده. كل دول موجودين؟ ايه ده؟ الله يا عم، ابني لي هرم يا عم. وده يعني بصراحة مفيش حد عارف يشيله. هاتلي كده، ده كده، ده مش فاكر والله بتاعت مين، بس على ما اعتقد بتاعت ميهوك. موت يا عم، بتقسم نصين يعني. بجرب برضو. بالنسبة بقى للموضوع ده، فين ميهوك الأول؟ يا باشا هو فين؟ ميوك هو ضاع مني ولا ايه؟ في ايه؟ وفي الاخر هيطلع قدامي وانا مش واخد بالي. هو متهيألي كان تحت، بس عامة يا جماعة انا هقفل، ولما الاقيه ابقى ارجع لكم. ماشي يا جماعة، هو ميهوك، ونجرب بقى كده حط ايده، هل هيعرف يشيلها؟ اهو يا عم قدامك، اهو يا عم، يا عم وسع بس كده راسك. يا نهار اسود يا جماعة، السكينة السيف اطول منه واعرض منه، يعني انا مش هتكلم، مش عارف يشيله. وسع بس كده، هات يا عم قايد، يا عم يا عم هو قايد هيعرف يتعامل معاه. والله قايد كمان مش عارف يشيله. ده بيتشال ازاي ده؟ دي المفروض يعرفوا يمسكوها في ايديهم، فهل العادي اهو من غير اي اضافات هيعرف؟ ايه ده اهو، بس ماسكها كأنها قفاز بتاع مشجع يعني. هاتلي كده، بص مثلا هاتلي مثلا كده اللي هو البوب كورن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا افتكرته مات، انا قلت ازاي هو اللي مات. هو حرفيا يا جماعة البوكس خلاص، انت خدته خلاص مت. بس عامة مش هو ده اللي انا عايز اجربه، انا عايز اجرب اي واحد كده يشيل كده السكينة دي. في ايه يا جماعة؟ مفيش ولا واحد خالص في المود كله يعرف يشيلها. هاتلي كده سيتامة، مش عارف برضو يشيله. حتى سيتامة مش عارف يشيله. في ايه؟ هو سكين يعني مثلا، ده ما بيتشالش يعني، ولا في ايه؟ بس حط لي روجر. ايه ده، هو ايد روجر عاملة كده ليه؟ ده صغير اوي. تمام، السكينة دي ما بتتشالش، او السيف ده ما بيتشالش، هو بيتضرب بيه بس كده. تقوم عامل مثلا كده خلاص. ايه ده والله شل، يا نهار اسود، ده شل امل خالص. بالنسبة بقى للباقي فهو بيتشال عادي يعني. مثلا ده اقوم جايب لك كايدو هيشيله عادي. اهو شاله عادي اهو. بس هو انت ليه مدخله جوه كرشك يعني؟ انا مش فاهم. يعني انت استفدت منه ايه دلوقتي يعني؟ انا مش فاهم. بقول لك ايه، امشي امشي، مش ناقصه. هو في ثلاثة من شعاع اللي هو بتاع الشمس ده، اللايت سورد، بس مش عارف مختلفه في ايه الثلاثة يعني. تخيل هما الثلاثة واحد، هما عاملين زي السبير يا جماعة يعني. بصوا اهو، ادي شخصية عادية. اعتقد ان الضوء يهزم سيتامة.
ايه ده؟ ده ما هزمش بني ادم عادي. ايه ده؟ لا هزم ولا من سايتاما ده ولا في ايه؟ ايه ده؟ سايتاما؟ ايه ده؟ اصبر. لا 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 لا، بتهزر بتهزر. سايتاما كده خلاص، سايتاما بدأ يتشل امله بحاجات هايفة كده. لو انت جبت قنبلة هتنسفهم كلهم، بس انا اللي عايز اعرفه، لو انت جبت سكينة عادي وحطيت القنابل السكينة العادية يعني هتضيع، هيبقى لونها هيتغير. يعني مثلا اهو، ما اعتقدش ان هي تنفع مع السورد، مع اللايت سورد خالص. هيتغير لونه ويبقى ايه يعني؟ لا ده بقت، ده خليته فحمة. انا اللي قصدي عليها يا جماعة، يعني بصوا، لو انا جبت مثلا سكينة عادية اهي، هات سكينة عادية، هات مثلا ده على ده، المفروض اهو. بص 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 بص، ايه ده؟ شايفين السكينة بتبقى لونها ازاي؟ حرفيا بتتغير 180 درجة. تمام، خلاص خلاص، شيل شيل كده. حط لكم هنا يعني سلاح. انو عرفنا ان السكينة الكبيرة ما بتتشالش. اكيد بقى ده الوايت بيرد بيعرف يشيل. يعني هاتلي كده، انا عايز الوايت بيرد دلوقتي. اللحية البيضاء فين يا باشا؟ هاتلي يا عم اللحية البيضاء. او عادي، لا عادي يشيله يعني. حد كده زوره قدامه. ايه ده؟ يا عم شيل شيل امله يا عم، انت مش عارف تشيلها اهو. هو خسر ايده في المقابل، بس يعني زوره بقى حتت حرفيا. هل شانكس بإيده الصغيرة دي يقدر يشيلها؟ أعتقد يعرف يشيلها. عرفنا إن بقى في اللعبة أوزان يعني عامة. يا رب لازم أنشل على الإيد بالظبط يا جماعة، يعني أنا مش فاهم هيشلني. ماشي يعرف يشيلها، بس يعني لو أنت عملتها كده، لو جبتها الناحية التانية خلاص هو هيتقلب على ظهره. بصوص يا جماعة، خلاص اتقلق، خلاص الواد مش عارف يقوم. هساعدك هساعدك، اصبر اصبر، متتحركش بقى عشان اعرف اساعدك. هو شايلها بالعافية يا جماعة، هو شايل نفسه بالعافية اساسا. لو جبت لك لوفي الجير الخامس، والله لوفي الجير الخامس يعني ضعيف، وشانكس اضعف. ماركو العنقو ده انا عايز اعرف هو بيموت ازاي. ده عامه يعني ده لو اتجمد هيبقى شكله ايه؟ تمام، هات كده العصايه. اوبا، والله شكله جامد، والله شكله جامد، شكله كده جامد. بس المشكلة ان لو اتعمل كده خلاص هو اتقطع حرفيا. يعني هو دلوقتي يعني لو تمثال، تمثال يعني خرافي. ايه ده؟ نايس. السكينة بتاعت اوياجي ما بتتأثرش بالتلج. بصوا، انا لو جبت ده وجبت مثلا اي حاجة عادية بتتأثر بالسلاح ده. بصوا 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 بصوا، اتأثرت. طيب احنا نجرب بقى، هاتلي مثلا الايد الضخمة دي، هل تتأثر؟ اتأثرت بس حاجة بسيطة. السلاح بتاع الضوء يتأثر؟ والله بقى شكله فخامة.
والله كده بقى شكله احلى. دي تتأثر عادي جدا يعني، هو اساسا هي شكلها عادي. طب بالنسبة للكتلة الغريبة دي ايه وضعها؟ تهيألي تتأثر يعني، هي ملحقتش اقول هي دي نفس هي اللي فاتت. الايد بتاعت لوفي الجيل الخامس هو وياجي السلاح بتاع وياجي، بس هو اللي ما بيتأثرش ولا لا؟ حطهم لي كده كلهم مرة واحدة. اوه بيتأثروا هما، حتى التلج بيتأثر بالتلج ولا ايه ده يا عم؟ لا 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 ما بيتأثرش يعني، هو بس ايه لونه بيتغير شوية بيبقى ثلج اكتر بس ما بيتكسرش. كل الاسلحة هاتها لي كلها، هات لي البوكس بتاع لوفي بتاع الجير الرابع، السكينة دي برضو انا عايز اعرف هل هتتأثر ولا هي متخلقة عشان محدش يبقى. والله كله بيتأثر حتى، لا دي يعني جامدة جامدة. فبس كده يا جماعة، هو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة من لعبة التجارب مليون بلاي جراوند. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وقولولي اقتراحاتكم ايه، واحتمال اجيب الموت الجاي يبقى عن اتاك اون تايتن العمالقة او عن ناروتو. فبس كده، هو ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم الفيديو.